السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي على قناة المحترفة. اليوم معنا شرح جديد لموقع للتعدين العملات الرقمية، يلا بينا على الشرح. هذا هو الموقع مولتي ماي. طريقة التسجيل فيه سهلة جدا، ريجيستر نضغط عليها، هو مسوي بيونتي حق فيسبوك يوتيوب تليجرام تويتر وجوجل آدس وبلوك وتراست بايلوت. طريقة التسجيل سهلة جدا، ريجيستر أنا عندي حساب فيه، وبعدين اضغط على create an account لأنه أنا عندي حساب فيه، ما أعطاني خانة create an account. ندخل عادي، راح تيجيك هاي الواجهة الداشبورد، تختار أي عملة أنت تبغى تعدن فيها. طبعا الموقع هذا حق الاستثمار، لازم تستثمر فيه أو على البيونتي، عندك حالتين مجاني أو البيونتي. اضغط على مثلا البيتكوين وراح تيجيك هاي الواجهة. ضروري تفعيل المصادقة الثنائية عشان الحساب ما ينخرق. وبعدين ننزل تحت، المينيموم ديبوزيت 50 دولار، طبعا اللي هي 0.001. بتعطيك هاي سرعة السيلفر. اوكي، البيتكوين راح يعطيك كل ساعة 152 ساتوشي، وفي اليوم تاخد 3644. طبعا هنا عندك اثريوم ولايت كوين داتش ودوج اذا تحب تستثمر فيه. وبعدين نروح على الخطط، هنا موجود الخطط. هذه الخطة حق البيتكوين، اذا استثمرت 150 دولار تاخد عضوية السيلفر في الجولد وفي البلاتينيوم على كل سرعة، هذا السرعة حق التعدين. طبعا احنا خلينا بالمجاني، المجاني هو اللي موجود على البيونتي تحت. ننزل تحت، هذه بيونتي بروجرام نضغط عليها. الناس اللي عندهم قنوات على اليوتيوب افضل لهم يشتغلون على بيونتي حق اليوتيوب، واللي ما عنده بيجمع له المبلغ من الفيسبوك وتليجرام وتويتر. طبعا الفيسبوك بيقولك بيدفع لك 0.50 دولار. يو ماست هاف ريجستر اكونت، لازم تكون متسجل في الموقع تعدين. طبعا لازم تسوي لهم فولو على التليجرام وفولو على تويتر. لازم يكون عندك مينيموم فولورز 500 على تويتر. اوكي، ماست هاف يور اكونت تويت، وبعدين يكون حساب تويتر مفتوح مرئي. التاسك يقول لك تكتب هنا اتليست 100 حرف على تويتر، وبعدين تسوي الهاشتاج هذه كلها وتحط لهم الريفرال لينك حقك وخلاص. ننزل تحت، هنا فيسبوك بيونتي نفس الشيء، رولز تسوي لهم فولو على فيسبوك تليجرام، لازم يكون عندك 1000 واحد متابعك على الفيسبوك او الاصدقاء. must have your account post command and share public، لازم يكون مرئي. نفس الشيء لازم تكتب 100 حرف للتاسك هذا مع الهاشتاج هذا والريفرال لينك. وبعدين ننزل تحت، احنا يهمنا الحين حاليا اليوتيوب، الناس حق اليوتيوب بيدفع من 2 دولار إلى 40 دولار. لازم يكون طبعا كواليفاي فيديو حق اليوتيوب، must have minimum 200 سبسكرايب، لازم يكون عندك 200 شخص متابعك على اليوتيوب. وبعدين تسوي لهم سبسكرايب على الشانل حقهم، تكون مسجل في الموقع طبعا، تسوي لهم جوان شانل. وبعدين يقولك must have your youtube account and use it in public، لازم يكون مرئي، الفيديوهات حقك مرئية. لازم تتكلم تاسك، لازم تتكلم بوزيتيف على في الفيديو على الموقع هذا. اوكي، فيديو ريفيو ماست هاف دين هاشتاج، لازم تحط هاشتاج على الفيديو. اوكي، لازم يكون عندك 2 دقيقة لونج الوقت في الفيديو. فيديو ريفيو ماست هاف اثريوم، لازم تحط يور اثريوم على الوصف الخانة تحت، واليت مع اللينك حق الريفلر حقك، وتسوي لهم سابميت. وبكرة راح يخلص البيونتي، كل أسبوع هو بيسوي، من 28/8 كان
إلى 3/9، اليوم 2 راح يخلص بكرة. الموقع هذا جدا رائع، استغله. هو كان شبيه لي أظن كريبتو ماينين، كان نفس الشيء. الناس تحاول تستثمر فيه اللي عنده مبلغ، واللي يبغى يكون يعني يجيب من البيونتي ويجي يحطها هنا ويستثمر فيها عادي. هذا كان شرحنا اليوم، أشوفكم في شرح تاني، مع السلامة.